تشكل المخلفات الحربية الخطر الأكبر على حياة المدنيين في جانب الموصل الأيمن، فبعد أكثر من 3 أعوام على استعادة المدينة من تنظيم داعش، إلا أن بقايا العبوات الناسفة والصواريخ الغير منفلقة لا تزال تحيط بأحياء المدينة، ما يشكل تهديدا حقيقيا للأهالي. قبل تقريبا أكثر من شهرين انفجرت منطقة الميدان، أعتقد عبوة. الحمد لله أنه ما كان أكو ضحايا، لكن يعني بيوت آيلة للسقوط، أيضا رمانات دفاعية وهجومية وكذا سلاح يعني موجود، وهذا يعيق. الناس تريد يعني شيء صافي. كثرة انتشار وتلوث المناطق السكنية بالمخلفات الحربية من الألغام والمتفجرات والجثث المتفسخة وتأخر إزالتها تسبب بتأخر العودة لبعض أحياء المدينة القديمة، مطالبين الجهات المعنية بإزالتها ليتمكنوا من إعادة إعمار منازلهم. اللي موجود على الأقل الناس تريد تبني، تريد ترجع إلى دورها. إلى حد الآن أي جهة حكومية أو منظمات، خلف الله عليهم عايجون المنظمات ينظمون، بس لي حد الآن موجود ما تبقى من مخلفات الحربية. زين، هاي إلى متى تبقى هالشكل؟ لما نطالب المنظمات للحكومة وعليهم إنه إزالة المتفجر حتى الناس ترجع على دورهم وتبني، والناس ترجع السكان كما كانت إلى عهدها السابق. ويقتصر عمل بعض المنظمات على التوعية والإرشادات بوضع علامات الدلالة على وجود الألغام للأهالي القاطنين هناك، لكن تواجههم بعض المشاكل، منها أنقاض الدور والمباني المهدمة والأزقة الضيقة. الخطر هو عبارة إما عبوة ناسفة أو قنبلة موقوتة وما شابه هذا الأمر، أو مخلفات حربية. هي عامة نقول عنها مخلفات حربية. نقوم بهذه التوعية كجزء من عملنا، هو نشر التوعية لجميع الفئات المستهدفة داخل المجتمع، في المدارس، في المعامل، المصانع، دوائر الدولة. لا زال كثير من البيوت بها جثث وبها مخلفات حربية، وأنقاض أكوام التلول من الأنقاض موجودة، يعني بحيث أنه البشر نفسه يا الله يستطيع أن يصل إلى بعض الأماكن. إذا مثلا عندي سيارة وعندي شايل معي بوسترات أو مطويات، لأنه إحنا نقوم بتوزيع المطويات على المواطنين. رغم الخطر الكبير على المواطنين، إلا أن التحرك الحكومي يشكو من قلة التخصيصات المالية، ليكون الاعتماد بشكل كبير على المنظمات الأممية والمحلية العاملة في العراق. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.